يعني دي مسألة شديدة الخطورة، ما عنديش أي تحرك إعلامي بعمله يوميا. بشتغل في ملف الإعلام الخارجي بيعمل إيه؟ بيحلل الصورة والتغطية، بيحط تصورات للمستقبل، بيعمل هو بقى بيقوم لا، ومصادره مين؟ مصادره مين؟ مصادره مفترض إن هو عنده وكالات، عنده أدوات بيشتغل عليها، لأن قصدي بعد ما بيدرس ويحلل بيتحرك إعلاميا بأدوات بوسائط. دي بقى مشكلة، إحنا بنحلل بنوصي لكن لا نتحرك وننتظر الآخرين لما يغلطوا فينا فنبدأ نرد، وهنا يبقى يكون موقفنا أضعف. وأنا موقفنا أضعف، عشان كده لما حياتك نشوف مين اللي بيشتغل في الإعلام الخارجي في مصر نلاقي فيه ثلاثة. السيد رئيس الجمهورية من خلال التواصل اللي بيحصل من خلال المؤتمرات واللقاءات ودبلوماسيات القمة، رئيس الوزراء أحيانا في أوروبا وأفريقيا، ثم وزارة الخارجية اللي أنا شايف اللي هي الفاعل الرئيسي دلوقتي.